السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهاردة هنتكلم عن رؤية السمك البوري في المنام. رؤية المرأة المتزوجة إنها تأكل سمك البوري في المنام، فذلك يدل على إن الله عز وجل سوف يرزقها الصحة الجيدة والرزق الوفير والخير، وإنها سوف تعيش حياة هادئة ومستقرة مع أسرتها إن شاء الله. ورؤية المرأة المتزوجة إن زوجها يشتري لها السمك في الحلم، فهذا يدل على الحب والمودة بينهم، وإنها سوف تنال الفرح والسرور والسعادة. ورؤية المرأة الحامل إنها تتناول السمك البوري دليل على رزقها بمولود ذكر، ومشاهدة الحامل تناول سمكة واحدة دليل على رزقها بمولود أنثى إن شاء الله. ورؤية المرأة الحامل وهي تطهو السمك البوري في المنام، فذلك يدل على الصحة الجيدة والبركة والعافية والذرية الصالحة والخير والرزق الوفير في منزلها. ورؤية الرجل الأعزب السمك البوري الطازج في المنام، فذلك بشرى للزواج من فتاة على خلق ودين، وإن جابوا العديد من الأولاد الصالحين إن شاء الله. رؤية الرجل إنه يصطاد سمك بوري في المنام، فذلك يدل على إن الله سوف يرزقه بالمال العديد. وعندما تحلم البنت العزباء بأنها تأكل سمك بوري مقلي في المنام، فهو دلالة على إنها سوف تتم خطبتها في القريب العاجل من رجل ذات أخلاق عالية ومهذب. عندما ترى نفسها تأكل السمك البوري المشوي في المنام، فهي تعني إن رجل يتسم بالأخلاق ومحبوب من كل من حوله سوف يتقدم لخطبتها، وسوف توافق وتتزوج وتعيش معه حياة سعيدة. ورؤية أكل السمك البوري في منام العزباء تشير إلى الخير والرزق، كما ترمز إلى الحياة الجديدة وتحقيق الأمنيات والأهداف. أما رؤية السمك البوري في منام المطلقة يدل على الخير الوفير والمال الكثير. وعندما ترى المرأة المطلقة إنها تشاهد زوجها السابق وهو يعطيها الكثير من السمك الني وكانت سعيدة، فهذا يدل على الخير الذي سوف تعثر عليه هذه المرأة المطلقة خلال وقت قريب. والمرأة المطلقة التي ترى في المنام زوجها السابق يقوم بتنظيف السمك، فهذا يدل على تخلصهم من جميع المشاكل التي توجد في حياتهم خلال ذلك الوقت. وبكده تكون وصلنا لنهاية حلقتنا من تفسير رؤية السمك البوري في المنام للعزباء والمتزوجة والمطلقة وللراجل وللحامل. نتقابل في حلقة جديدة وتفسير جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.